من قلب مصر نهض بطل يدعى سيف الدين قطز ليواجه جيش المغول الهائلة ويعيد الأمل إلى قلوب المقهورين. كان هولاكو خان زعيم المغول قد أرسل رسالة إلى قطز يهدده فيها ويطالبه بالاستسلام، ولكن قطز لم يرضخ للظلم ورفض الخضوع لسلطة المغول ورد على رسالة هولاكو بقوله: إننا لا نريد الحرب ولكننا لا نخشاها، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وعن بلادنا، ولن نسمح لأحد أن يهددنا أو يذلنا. كان رد قطز بمثابة صرخة في وجه الظلم ورسالة قوية إلى العالم أن الظلم لا يدوم وأن الحق سينتصر في النهاية. واجه قطز جيش المغول في معركة عين جالوت وهزمهم هزيمة منكرة وحرر بلاد الشام من سيطرتهم. أصبح قطز رمزا للبطولة والشجاعة وخلد التاريخ اسمه كأحد أعظم القادة في العالم.